كاب اف ام الكلمه ليك. يظل انترميت لي دو سكود توا سي المنصف. انت قلت لنا ساعه فما قانون ماليه تكميلي وهذا تعرف انه ايفانوير اونتر اوتر ليماج لا تونيزي البرا. نعرفوا بانه انت اكسبير وتعرف بانه اليوم وقت اللي نعملوا استاذ يا خويا انا استاذ برك استاذ انت استاذ وتعرف سي المنصف بانه وقت اللي نعملوا قانون ماليه تكويني مع تكميلي هذا سي اموفي سيني دو ان دو دو. كيفاش اليوم نجموا نقلصوا ولا كيفاش نجموا نعوضوا كيفاش تصير هالريكوبونساسيون هذه؟ اول حاجه القانون التكميلي في بلدان اللي تعرف تغييرات كبيره ما هيش بالكل حاجه خايبه لان توري ان البلاد هذه فيها تداول سلمي على الحكم. لان تونس تمام بلاد اللي صارت فيها انتخابات اولى احزاب ربحت الانتخابات حاولت تسير الجهاز التنفيذي كما ظنت ما نجحت شي ما كان ان القاو روح لا قدر الله كما في بغرازي نضربوا في بعضنا ولا كما حتى في مصر نغيروا في التمشي الديمقراطي نتاعنا. قلنا باهي ماذا بينا تفهموا ان الشرعيه الاولانيه هي شرعيه الانتخاب لكن في تونس وفي بلدان اللي عندنا التحول السريع فما شرعية ثانية زدناها اللي هي مش بلاستها اللي هي شرعية التوافق. التوافق يقول لي يا جماعة ما تنجموش يتواصلوا هكا مش ما إلا ليكم لدينا يلزم تخرجوا من الحكم كما قالوا هما من الجهاز التنفيذي أي من الحكومة ولو انتم ما كنتوش خارجين من الحكم اي من المجلس الوطني التأسيسي. فهذا بعد اخذ وهب تقبل وهذا نظن انا في تونس حاجة كبيرة ياسر. ايش دخل هذا في قانون المالية التكميلي سي منصف؟ مش فاهم العلاقة السببية وين بيناتهم؟ لوليان دو كوز اي فيت يعني حرب اهلية هي قانون مالية تكميلي؟ ما زلنا ما سي با اوفيسيال. نقول لك رأيي أن باش يصير قانون مالية تكميلي علاش؟ هذا القانون الحالي ما ينجمش يسمح لنا باش نمشيه. وكما قلتوها في الأول واضح أن بعض إيرادات محطوطة في الميزانية ما هيش مضمونة وهذا عمره ما صار قبل. معناها نعملوا غلطة ونصلحوها مانيش فاهم انا ما نعملوا من القدام الاول ونقعدوش نقولوا انا باش نعكزوا معناها رجوع الى الحقيقة انا ومدامتي نعملوا في ميزانية العائلة وقلنا والله العرف في الخدمة تاعي قال لي انت خدمتك باهية باش نزيدك نروحوا للدار نعملوا ميزان تاع مصاريف اضافية كزيادة هذيك ما صارتش لازمنا نعاودوا نعملوا ميزانيتنا ما عندها حتى شيء سلبي وبرشا بلدان تعمل قانون ميزانية تكميلي باش تصلح الوضع يعملوها بريكو ما نجموش يقول هاني باش نعمل قانون ميزانية تكميلي يعني كاينو معناها من الاول بدات معكزة معناها صراحة لا لا سامحني راهو مش الحكومة اللي قالتها هو النواب نتاع المعارضة شافوا ان قانون الميزانية الحالي هو قانون كما قال سي مصطفى النابلسي وقت اللي عيطوا له الكوارتات قال الميزانية هذه ما هيش باهية ولكن ما أتعس من هذا لو كان ما نصوتوهاش لو بعد ذلك هو أن ما نصوتوهاش وقتها في نكون الكاتب كاب اف ام الكلمة ليك.